بقى معاكم من مباراه الزمالك لمنافس برضو مصري تاني هو نادي فيوتشر اكيد، واللي هيلعب بره ملعبه اول مباراه ليه برضو في البطوله هتكون قصاد سنجده بطل تنزانيا. فيوتشر طبعا الموسم اللي فات ده قدر ان هو يشارك في البطوله، بطوله الكونفدراليه الافريقيه، ظهر بشكل كويس جدا، كان يقدر برضو ان هو يتخطى مرحله المجموعات، لكن كان معاه بيراميدز وكان معاه الجيش الملكي المغربي. اكيد اكيد الجهاز الفني الجديد بقياده البرتغالي ريكاردو فيرمسينو عنده طموحات كبيره جدا ان هو يوصل لبعيد في النسخه الحاليه من بطوله الكونفدراليه الافريقيه. كمان نجح مجلس اداره النادي ان هو يضم اكتر من صفقه مميزه، يمكن ابرزها رباعي النادي الاهلي خالد رضا، وليد مصطفى، محمد خليفه، ومحمد اشرف مانو، بجانب كمان ضم البنيني امورن. كل التوفيق اكيد بنتمناه النهارده لفريق فيوتشر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه قبل طبعا مباراه العوده اللي هتكون هنا ان شاء الله في القاهره.